عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. الله يرضى عن سيدنا عمر. هذا منزلة تسمى في 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 منازل السائرين منزلة الرضا، هو راض عن حضرة الله تعالى في عسره وفي يسره، في كربه وفي فرجه، في غناه وفي فقره. قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. والله يا أخوان، نحن لا ندري أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا ندري يا أخوان، لا ندري هل الخير في الفرج أو الخير في الشدة، ما ندري. أحيانا يحصل مع الإنسان أشياء صعبة، لكن هذه الصعوبة تضمر وراءها خيرا كبيرا. لو لم يسجن سيدنا يوسف لما صار عزيز مصر، مو هيك؟ لو لم يترك سيدنا إبراهيم زوجته وابنه إسماعيل بباد غير ذي زرع لما تفجرت زمزم ماء معينا، مو هيك؟ هذه هي الحياة، نحن لا ندري الخير من هذا المكان أو الخير من هذا المكان. وكم من مرة أنت تمنيت أمرا توقعت أنه خير، ولما نلته ظهر لك بأن فيه أن سوءا. مرات واحد بيتمنى مناه أن يشتري البيت الفلاني، فإذا اشتراه وسكنه ظهرت له من العيوب ما الله به عليم، وبيقول لك يا ريتنا ما اشترينا هذا البيت، مع أنه كان يتوقع الخير هون. أحيانا إنسان يتمنى منى عينه أن يسافر، فيمنعه الله عز وجل عن السفر، وإذا بخير كبير يجده بالمكان الذي هو فيه، وصديقه الذي سافر وقع في حرج شديد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. بما أن الله عز وجل هو الذي اختار، فالخيرة فيما اختاره الله تعالى. اللهم خير لي واختر لي، ما نحن بدعاء الاستخارة، ما نحن هيك منصلي بدعاء الاستخارة، صلاة الاستخارة، نقول: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. لأنه مرات الله بيجيب لك أمر هو خير في حقيقته، أنت تنظر إليه بأنه شر ولا ترضاه، قال: ثم ردني به. على كل الأحوال، إذا أنت اتقيت الله فما عليك على ما أصبحت، على ما تحب أو على ما تكره، بس المهم أن تنضبط بالتقوى، المهم أن تحفظ أمر الله تعالى، المهم أن تلتزم أوامر الله، وبإذن الله بإذن الله والله أنت راحتك خير والتعب خير، حياتك خير ومماتك خير. هكذا المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير. شايفين؟ بس بده يكون مؤمن، بده يكون من أهل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.